ينضم إلينا مراسلنا ستار المنصوري ليطلعنا على آخر المستجدات والأخبار. نعم ستار، يعني منذ الصباح هذا اليوم زار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مدينة البصرة. كانت وجهته الأولى إلى حقل الأصلاوي في حقل الرميلة، حيث قام بافتتاح أضخم برج بصناعة الغاز نفذته شركة غاز البصرة. وطبعا هذا يأتي لتعظيم الإيرادات المالية للعراق اللي مر حقيقة بأزمة مالية خانقة وصلت لحد تأخير رواتب أو صرف رواتب الموظفين. كذلك يعني بعد قام بزيارة وتفقد الموانئ العراقية، كذلك اجتمع مع الكوادر هيئة الجمارك والكوادر الموانئ. يأتي ذلك للاطلاع على سير العمل في يعني الموانئ العراقية والأرصفة، وربما هناك بحث لتوسعة أرصفة الموانئ العراقية وتطويرها. من المؤمل أن يعقد كذلك الكاظمي بحسب معلومات مع يعني اجتماع مع القيادات الأمنية في مقر عمليات البصرة في ظل استمرار عمليات الوعد الصادق العسكرية اللي شهدتها البصرة لإلقاء القبض على مطلوبين و يعني نزع السلاح المنفلت وتقويض الجريمة المنظمة، ولا سيما ب يعني الحد من المخدرات. نعم ديما، طبعا هذا يأتي في وقت انه تتواصل فيه التظاهرات في مدينة البصرة من قبل العاملين بإجور ب 30,000 فرصة عمل وظيفية للمطالبة بصرف مستحقاتهم، بالإضافة إلى خريجو كليات الهندسة الذين لا زالوا يعتصمون أمام مقر شركة نفط البصرة للمطالبة بالتعيين. نعم ديما، إذا كان لديك سؤال. نعم ستار، السيد الكاظمي هل ما زال في البصرة إلى الآن؟ وبحسب التوقعات هل سيكون هناك زيارة إلى المعتصمين في ساحة التظاهر؟ يعني لحد الآن هو المصادر تشير إلى أن السيد الكاظمي في ما زال في مقصر، وربما سيكون بعد الواحدة في مقر عمليات البصرة. هذا ما تتوفر لدينا أنباء، لكن هل أنه سيلتقي بالمتظاهرين؟ يعني هناك حقيقة استياء من قبل المتظاهرين ومن قبل المعتصمين بأن السيد الكاظمي أتى للبصرة للبحث عن مخرج للأزمة المالية التي يمر بها العراق دون مراعاة يعني الحالات اللي أو معاناة مدينة البصرة بشكل عام. حتى مكتب حقوق الإنسان في مدينة البصرة أصدر بيان قبل قليل أنه تمنى على السيد الكاظمي أن يعني لا ينظر للبصرة بعين واحدة، بعين أنه هي دائما البقرة الحيوب، وإنما مدينة البصرة فيها الكثير من المشاكل المعاناة ليس فقط افتتاح. نعم ربما يزيد هذا من إيرادات يعني تعظيم الموارد بالنسبة للعراق بشكل عام، لكن يجب أن يكون هناك بالمقابل أن يبحث عن مشاريع خدمية، عن مشاريع للحد من التلوث الكبير اللي يعني تبعت هذه الانبعاثات الغازية وسببت الكثير من الأمراض إلى المواطنين في مدينة البصرة. نعم الزميل ستار المنصوري من البصرة، شكرا جزيلا لك.